أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلب في الهموم تمزقا. قد كنت وحدي في المسير في الحزن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين وقدوة للخلائق أجمعين، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب وحان وما نقينا ربك سبحانه وتعالى إلها إنو فضذيي إنو السجن ما أدنه كلن كان إلهي هدان سهلين ونفضين إنه ما يصور قشان أن كلنا مركا ربي وحمرنا سبحانه وتعالى إنه فضيه أو إنه سهله جلسة أو أينو وحكل فائدة سنه معنى جلوس كان فري سنعي هل كان أي فائدة كشرتا يين إنه مقلا كلمات لغي أبو إن أظهروا مقشين لكن هذا نان كعليه أو قار كلا عصبنا ولغي أبو قار كيني نيجا مقلا وحنا ما هذا نقيا جمعية طيور الخير ولا لها القائمين على هذه الجمعية وحلنا هاي جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم يوم القيامة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مركا يجا يا سببي يجا ينو إلى سبحانه وتعالى وبرينا ينو بركيو جهود دنا وكدغو مكلل بالنجاح. أنت كذب كلمة دو حيكو صعب سنتهاي الحياة رؤية وأهداف نلاشو وأرقتي أما هو فيشن وحل رهضو يو أهداف مال يول لتوغن يو لوس عضو إن حياة دو أن هدا نولا هاي وحلو يقان الحياة الدنيا حياتك الرئيسية نصوم الرأي وأهي حياتنا في بطون أمهاتنا نلشي هو يوينك أين الرحم كود كنا لين حياتك لا ينمر دون يلو يقان حياة البرزخ حياتك لا يكسي دم بيسا حياة المحشر حياتك دو دم بيسا نوحي نقن دون تا معنى وحويان دار الجنة أو النار والعياذ بالله مركا قفك بن آدم كي أطوار تنو عاسا أيو مريا مركا تي أنصور دافني دي بغنو قن مينو تي نوصو سعوتي مستقبل كا أيا وحي كبلا من إيسا مدان هدى تاقنا الحياة الدنيا مركا نلوشا الدنيا مركا لأرادو لبا معنى أي لذي حق اللغة معنى وحل إلى هذا بمعنى الدنيا أي القريبة والقصيرة وأن لولدو ودمان إيسا طيب مرك معنى كلا لا يغنى وحل إلى هذا وبمعنى الدنيئة ومدليدة وأن قيمة بدن لهين ومرك الله يغو حياة الرنت حقيقية وحياة الآخرة إلهي مركو لبدا حياتي اسبر بردقا يو نلوشا الدنيا دا وحكسو قادا ربي وحان قيمة بدن لهين قل متاع الدنيا قليل الدنيا دا متاع دي راحة دي دواو يريا لكن آخر آيا كخير بدن أو كدير أو كبدن بإلى سبحانه وتعالى الدنيا دا مركا أنشوغنو
إلهي تصاليال فربادان بي نغسيي قرآن كاي كو قرآن تهي ووين وضع آخرنا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أيضا سي وحي نوسو كوبيسا معناها الدنيا دنا إن شوقنا إلا دهاي إلهي وحكوت المامين أي تعي مطر سمد كسو دغيوكالة ودولك كدعي دبنا دولك بقل وكسو بحي يا عوس دبدنا معنا وحويان دبيل أما همضي وحاتر هذا أي تمد دبدنا أي نقطي معنا وحشيم وإسكبر بري أو دبيش أي كلافردين أي صو الله وحرعيي مالك يا عرورتا وزينة الحياة الدنيا وأنا لوشنا الدنيا دو لكن باقيات كهرية صالحات كا أي خير عند ربك ثوابا وخير املا معناها وين فهمينا ايات فربضون معناها ينوت الماما يا ياشرا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور طيب نبينا عليه الصلاه والسلام حديث فربضان ايو كت المامي ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في الماء او في البحر فلينظر بما يرجع الدنيا دو اخره مركه لو ايغو ما أها إلا معنا وحويان قف كفرتا وبدأ قلنا يبيه هذا وحبك سراعين الدنيا ذو السيدة طيب هذه أي حياة هذا السيدة إلهي وصوري أو أي السيدة تهي سؤاشة سويدين تلي وقوه ريسا وحويان إلهي سبحانه وتعالى بوام حي مقصدك ودنيا ذا نوابوري الدنيا ذا إلهي والسيدة أقول لي دي لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء إلهي يقول سبحانه وتعالى لماذا خلقها ولماذا خلق هذا الإنسان في هذه الدنيا محا إلهي الدنيا ذو أبوري محو إلهي إنسان كان الدنيا نوع عاصة وقود حبوري مركي نفهنه وحا إلهي أبوري إنسان كا يا أهداف إلهي وكله سبحانه وتعالى أين فهم دونا الدنيا ذا إلهي نقو أبو ري يا إلهي سبحانه وتعالى وجدوينك وكله سؤال با إلهي نويدية وحويري أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إلهي إنه السؤال إنه يدوح وإنه ما واحد ما لين إنسان إن عيار دين أبو ري أو عبث يعيارا أو أبو ري مياد أم لين إنسان إنسان كا أو أنا أنجا حق يجعل يدين سؤالين إنن إلهي با كوفا نارنتا إلهي إنه عبث وحو أبو را أو عيار أبو را الله وهو كوفا سبحانه وتعالى وهو ككريا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم طيب إلهي إنسان كمركا وحو أبوري مهمة وين أيو أبوري مركين السويدينين راهنو لماذا خلق الله الإنسان إلهي إنسان كمحو أبوري والسؤال آدي آد وين أو لقيا بين نقو هنا إنو آيات معنى وحو ينكفه أنو قرآن كا لكن والسؤال لقيا بين نكي عن قرآن يدين أرق أي إلا إمك ورير بدنكو هيسو نمبا وحوالي في كتابه بحيي الإنسان ذلك المجهول إنسانك وامدك مجهولك إن لا قرنين معنى وحو يمد لما قرنين وحو أجوغ لما قرنين وحا مقصد كيسو يهي لما قرنين سيداسو وفهم يساقو طيب تطبطن وملحدين وحيكو ريرسين ولوشين يفهمان أو أي فهمان محا مقصد كالجيل يا يعني نلاشن أبور كيد محويا ما إن إنسان كودشوا وكرا أو دينتا ما إن تاسا مقصد كالجيل يا الدنيا دا مسا أهداف إنت أقدم بيسا أيا شرتو إلهي وكل يا إنسان كان وابوري طيب
إلهي وحو شاقي إنسان كان كون كينو إساقا وأبوري كون كان بعلويه وسفليه إلهي وحو شاقي إنسان كو أبوري هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما سماوات كي أرلضا يوحا ودحي يبا إلهي وأبوري محا إلهي وأبوري سبحانه وتعالى لأجل هذا الإنسان بو إلهي وأبوري سبحانه وتعالى إنسان كان ير معنى در من درات أيا إلهي وأبوري كون كان دمانتي طيب محا وأبوري إنسان كان إلهي علماء وحي الشيقان سدح الشيء با إلهي إنسان كوأبوري أو كون كان وأبوري إنسان كدحديس وحلا أمين سيولوجيا هاي معنى إلهي وحشاق القرآن كا إن يتضبط الجيران تضبط السماء والنقانا القرآن كو كسوع العليا لكن تضبط لنا الجيران هل آيات با إلهي كشاق ومن الأرض مثلهن دول كنا تضبط السماء وكلا أيو إلهي تضبط الأبوري طيب نبينا عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أبو قتل مامة تضبط دول طوقه من سبع أراضين تضبط البا مدح لوغو حريا تضبط دول إلهي الشيخ سبحانه وتعالى أقونت بشر كوبان وقابان وحا إلا إمك إنتي أقهين نولال أي كسورو بيسو إلا قدل نولادو waxa uu jira dhulkan aynu ku noolahay dhulkan aynu ku noolahay ayaa jira meel lagu noolaan karo oo saalih lil insaan insaanka iyo baahiyihiisa marka la eego usub badan lagu noolaan karo tayib dhulka caynkaas ilaahay diyaariyay ee uu goglay huwa alladhi ja'ala lakum al arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an nushur dhulka ilaahay sida uu goglay ee uu diyaariyay أو ذلول ككذيجي مثل ليليان أو مقصد كإله يوجد تلاجلي سبحانه وتعالى جدنيا إله يوحى وجد تلاجلي بن آدم كنينا يهريري سعودان أو يافاق دي سعودان يكبحان صدق مهمة دوت بيشجعن مركع علماء دوين إنسان كلو أبو ري المهمة الأولى وحتى المامتي آيات في سورة داريات إله وقت المامي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة إلهي وأبوري عبادة هذا إلهي وجد بمفهومها الشامل مفهوم كشامل كي عبادة دولي هذا نلاش قفك بني آدم كي عبادة كما بحيس أما هات عبادات كالقوتة شعائرها أما معاملات كدت كدحمرها هذا مدى يدون تبعاته معنى وحويان سيدة رب الأولى دقميو خلق جيس سيدة الأولى دقميو نفط هذا سيدة الأولى دقميسو أهل كاجا أولاد دادا أنت بوا عباده عبادة دا سيلها يو أبو ريكون كن سبحانه وتعالى عبادة دا سمركا أو عب الله ده هاي أو ده علم جا فقه جا لوجود راسي أو فرب بدن طيب مركا لا يجو مقصد كلا بعد إله يو أبو ري إنسان كفي سورة البقرة يا إله يكش يجو مركي ملائكة إله يولها اللي يي وكيت المامير ربي سبحانه وتعالى إنه كويري إني جاعل في الأرض خليفة دولك خليفة أيان يليا أو خليفة وحل على إنسانك وخليفة الله في أرضه وحو إلهي خليف وغيه دولك أيو خليف إنسانك وغيه غور ممرك إنسانك خليف كيه دولك مرك منهج كي إلهي إلهي دولك إن لغو ما ملاء الراع أيو وحو نقون يا خليفة الله في أرضه لأن الله سبحانه وتعالى أما نداس وأوصوبن دي عرض جيدا إنسان ككلي لمورنين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنسان ك أما ندا وين قادتان كذا السماوات ك يا أرلدا يا بوره أي كتشوك سدين أي كعب صدان إنسان كأي قاضي إنسان كير أي أمانة ذي قاضي إلهي دبدر نوص فيو وحو كص في الظلم والجهل إنه كان ظلوما جهولا إنسانكم أمانة المركي وقاضي حمل كذا وليس كذا جهل بذنب كجشري سدادر تذبو قاضي إنسانكم أمانة ذي
وإذا أخذ الله إلهي سبحانه وتعالى ميثاقي بلنبو كقادي بني آدم كا أيغو في ظهر أبيهم آدم كجرا مركاسا بلنت لغا قادي وحايد بلنت توحيد كا ألست بربكم؟ قالوا بلى وربكين ما هاي ها ربك يا تاي مركا ثقل كاسي أمانة سيحن بارين. طيب أمانة درتيد با إلهي وحكرنك إنسان كينو نقضو خليفة الله في أرضه إنو نقضو ومهمة لباد إنسان كو قدن يو انتو ودوية تشوغو مهمة صدحان إلهي في سورة هود بكت المامي وحويان أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إلهي وحويدي أرلضوا إلهي إذن كونكي أو إذن كأبوري أيضا أيو إذن كدل بينات أرلضا عمرتان ومنهج كإلهي مستقيم كأتوصنات كو عمرتان وحي إلهي أقيا إنسان كوينو كقابين يا أرنتا فاستغفروه وحي قابس اللطي مادان دم بداف إلهي كوي ديستا ثم توبوا إليه وإستغى وصو النقضة مركز إلهي سبحانه وتعالى ويرين ربي قريب مجيب ولو يهو دعوة نوع عصر ربي ويرين كأجيب يا انتهى طين وضع الصعنة مهمة دا إنسان كأينو فهني وحيمان إيسا أديك شخصيا ومحي الرؤية دا أتكال لها هاي نولش سيديبا دو فهنت سنت هاي حياتة دا أدنوش هاي موحادو أرقتا حياتة دا نين إيتا هاي حياتو قفك ودشو أو حبرتو أو غورسدو أو المدالو أو وينادو أو دنتو أو لآسو أو دبديدنا لسو سارو رؤية دا عاد نلوش كامي سنتهي ما ينتاسا مسوي كعم قدرتو انتا ويكفوكتهي وحاسو أشاسي وحيوبا انتهي تحديد قفك ينو حددو ما هي رؤيتك في هذه الحياة نلوش سيديبا دفان سنتهي. طيب نلوش مركي علمدو سوء الرئيان أما قرآن كو سوء الرئي إلهي وحو كدغي نلوش امتحان بو كدغي اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلهي واو إذن اختباريا نلوش مركي إلهي كون كدياري أو معنى وحويا قرح صوبحدا يضيح دعا يبليس بدلا يدول قغلن يجيض بحيا يبيا يوبيا يوحن وحن أردن محالا وقتلا قلي إلا وحن الدنيا لا يحشيك وبابين يا وح مقصده كلو كلي مجرو إنسان كمركو إلهي شيغينا وحط المام إلهي سبحانه وتعالى إنو أبو ري تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب إلهي سبحانه وتعالى مركزو تلمامو يري الله واك إذن أبو ري وحو إذن أبو رينا وجدد وحويان ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما لنتاد مركا بالغضو إياد قان قادو وحاكو بلا مي تكليف كنولوشا إيا حياة دا إنا تفهنتو سيدا يتهينا آدو فهنتو سيدا يتهينا نولوشا هدا آدو فهمي ويدو وحا نعيس خلال با نولوشا كوي منايا سي آدو فهنتو نولوشو سيدا يتهي محادو باانتا سي آدو فهنتو نولوشو سيدا يتهي محادو باانتا تاسا مهمة قرآن كا هداد كبلا ودا سورة دلالا دا سورة الملك لبدا جزء اغدن بيا سور كا قرآن كا وحي قيحان إنسان كا إيو طبائع دا أولي هاي إيو طبائع دا هدايهين كوحن سيدا لو دوين ايو هدايهين كوفيعان سيدا تنمية لوغو سمين ايه معنى وحو إنسان كا سيؤن قون ايو إنسان توسن أو سوية أو فهمة رؤية دا نلشان إلهي دا هاي إيا أهداف تا إلهي وكد مع سيئة واوين. طيب بعض الآيات من سوق قاضي آيو كساب سنة رنتا سورة مثلا البلد إلهي وحويري معنى وحو يحسب الإنسان ما يا وحي هايد لقد خلقنا الإنسان في كبد إنسان كا وحويري إلهي وحنكو أبو الرأي تعب كبدك ودالك يتعبك يمشقضة هدي إلهي إنسان كسيدا أو أبو ري وإلهي إنسان كو أبو ري إنو كدحو أو دالو أو تعب إيو مرد باتو هداد نلوش أفا إنسان تاي راحو إيه إلي كوكو قلن تاي أباح
يا إن وحول بايهين على ما يرام وحد خلاف سنته منهج كي قرانك وقرري لقد خلقنا الإنسان في كبد وأين أدمسك حدك وهيصو معنى وحو إلهي سبحانه وتعالى آياتك لعكوري إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إنسان كا يا إلهي قيحي طبيعة الإنسان إلا إن سقى أبو ري كمبيوتر كنين كي سو ساري وحو يقانا شقد كمبيوتر كولي يعي موبايل كنين كي سو ساري وحو يقانا شقد وقبتو إلهي إنسان كي سقى أبو ري سيدو يهي طبيعة ديسا معنى وحو يا نايتر كي وكو أبو ري يعين إلهي بقرانيا مرك إلهي وحو يدي إنسان كو علماء ذو مركة يفسرين وحي لذا هو سينكمران ومحي إذا مسه الخير إذا مسه الخير منوعا هذه خير هلو إيواناك وامد من عمبدا خير كا إنو ددك جارسيو أيو معنى وحويا نفتي سو أي ديديسا نفتي سا مركة من عمبدا واذيك أركي قفك دول مال يرهيستو qofkii u soo galay wax moodayn wax weydiisanayo marka waa inuu wajiga si cabuuso waa inuu is diyaariyo waa inuu jawaabtiisa diyaariyo u siin laha oo inta badan 90% iyo ka badan maya ah laada adigu xajiso marka macna waa tabiicatu insaan laakin dadba ka bixi doona tabiicadaas oo ilaahay tilmaamaya illa almusallin ma kuwa tukanayun ba maya الذين هم على صلاتهم دائمون هرت الصلاة دوي دائمة يعني صفة دو ذيك متاعي طيب وحي ليه صفة الانفاق أو وحي جعلينه وح بحيان مركع رنتا وحي ككسب دين إيمانك أي ككسب دين وحي ككسب دين تجارب الحياة وحي أركان قيمها إلا ذهاي مركع سيكبحين إنسان نمضي ضدوب نيد قفك وكل شيء أيهايد إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا هذه شر كتابته وأرجح بدنياي وشكو بدنياي وشجش بدنياي وإذا مسه الخير منوعا إلا هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى ببعض صفاتهم وكشاجي طيب مكان رؤيا ظهر توين الحديدو أتقانو الدنيا ذني سدى قصة ما يسنتها قفك مسلم كي مركا من خلال القرآن وحو فهم يا الدنيا دا إلهي سدو وقوت لقلي لأنه دارتي ماها إلهي وكرقي معنى دار عن ربلهين أو وحو البيالان أو وحو البلد دياريي أو إنسانكو دار السلام هدى ما تشوغو وحو تشوغا دار الابتلاء يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا معنى أنت تكدح والكدح مستمر إلى آخر لحظة في الحياة كدح نلوشا يتعب كذو ما حتى مد عمري كتيرا هذا السلادة هاي مركز شام عدد دنبايسو شقفي عنها شو زوج في عن قرصته أما زوج في عن قرصته نلوشا وحيرانا يا كدحيد يدب كيدي هذا السلادة فانسنت هاي وحويا وحبا دنبا نلوشا كادما وحلقا يابا مسؤوليات كي نلوشا وينا يا مركا وحوين تعب كيدي يا كدي حيدي با مركا الباب كيدينا ديستاكتو وادارك توقفكو حتى آخر عمره مركو الدنيا دا كتغيو ديديد كدعايا يا سكرات كايستا يا نباهتدا معنى مرنا بلغ مبحيو والاقو تشير يا عرنتا إلهي باطل مامي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مركا امتحان كاسوا مدينة لسعونية وحيلا دان وشالنج سيسك قفكا يتحديات كنرشة قفكا كور إيمانية أي تهاي قفك ينو السيدة تهاي أواجهو أو أقبحو طيب هدي أرنتو السيدة تهاي وحيلا دان العظماء لهم أهداف وغيرهم لهم أحلام تدك عظمة واوين أنبياء إيو انت الرعسا أهداف بيلين أي دوني أني حقيقيان لكن انت كلا أحلام أي لين وحوين وحل هذا داي دريم بيكوشرانو والريا مالمد ويسك ريونيان
طيب أهدافنا نوع عسى وحنكش يجي يا دور هدفه إنسان كا مشترك أيينه أي ودراديان وعلمي يا مال يا جاه يا سمعة أما ما تحتني ما أما وحي كفر عم أردن إسرائيل. طيب إنسان كو أهدافته وأوينه وصع عيوي مركو كون كشوجو وحقوق مهم سن صدق ده هدف يا وحي تابعوه إن إلهي سبحانه وتعالى مركوين أبو ري الدنيا دنا نصاب حني وحين نصاب حني نجو جاهلين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا حوا ما ينقرن من لكن محاين لسعدو إلهي أوركه يدين إن جس الرعي إلهي وحي نص ما وحلا نهضو أدواته التعلم أدوات كي وحلا جبرني وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إلهي وحي ذي إلي سمعي يا بصرك يا عقلك سئاد معنا وحويان أشكردان سئاد أشكردان أما إلهي سبحانه وتعالى أشكردان مركا هدي أينو إنغو جاهلين الدوية دو صباحني إنغو لكن وحان صباحني وضنا آلات كي وحلا جبرني علمك لجبرني سورة دلالادو أول سورة نزلت من القرآن الكريم ووضعنا قناة وسورة معنا وحويان اقرأ. طيب سورة اقرأ وحي حددي وإلهي كلمة دي ذا أقوه الرئيس وكو حددي قيمة العلم علمك قيميسة وإلا هدي آني قيمة العلم جرين إلهي أول كلمة وقرآن كوكب العبي ووحي جي النبي محمد لقصه الدجيئة إلهي سبحانه وتعالى اقرأ كما بلابين نبي قوحا لقولي نبي محمد وحاول لأوغا إنا نوحخرين ملك الجبريل وأوغا إلهي سبحانه وتعالى وأوغا ومع ذلك إلهي حكوري اقرأ وحو أخرين والحددين وحكست آخر ماها اقرأ باسم ربك الذي خلق وحاد أخر دابال لنبي مدع ربك وحبوري خلق الإنسان من علق أي إنسان كأبوري حنجرير إنسان كأبوري حنجرير معنى وحل حسوسين يا إنسان كوحو أها مركز إلهي وحو ولقسو علي إقرأ دي مرلبات إقرأ وربك الأكرم وحو أخريي وحو قمهم سنين يتهي إنو أخريو ربي سبحانه وتعالى ربي إنو أخريو من خلال مطالعته من هذا الكون إنو ربي مجي عيسى أخريو الذي هو الأكرم إله وكرام بدن وحك معنى وحو وكريم وأنا أكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كاس نورك وحي حددين مهمة العلم أي حددين إنسانك سيء النقضة من الله عبدا سيء النقضة من خليفة الله في أرضه نقضة سيء النقضة من عمرا منهجك الله عمرا وحكو وادي لو قبها يهي وحويان أن يتعلم وأين وحبرته. طيب قراءة ده هي كتابة ده هي فهمك وصدح ده أدات أدات العلمك وقراءة هي كتابة هي فهم مركا قفك مركو عخريا وحي وعخريا أما كتابك عخريا كتاب كاسي صدح كتابة بين آدم كوحكا عخريا صدح كتاب أي بين آدم كوحكا عخريا كتاب ككواد وكتاب الله المسطور كتاب كالله القرآن أي بن آدم كوكا وحكا خريان وكتاب كبلا من سورة الفاتحة إلى آخر برب الناس كاسي كاخريانو كتاب كوحي كاخريان سدح شيء سدح شيء بكتاب كاخريان وحي كاخريان النشأة وحل إلى ضب لوغا سدي وحب الأبمين خلق كان السدو بالأبمي كون كان السدو بالأبمي أبور كيسي وحي كأخريان من خلال هذا الكتاب المسطور وحي أخريان وكلوا كأخريان الحياة نلوشا أي كأخريان
نلوشا أي كأخريانو معنى وحويان إله سبحانه وتعالى خلق جو أبو ري آدم سدو أبو ري سدو الروح دو جليي سدو أهيسيي أي كأخريان ملائكتا جنكا معنى وحويان إبليس عليه لعائن الله إيا وحي كدن بيي إيا كون كان يسدو أبو ري أي كأخريان وحي كلوي كأخريان كتاب الله المسطور المصير يا ماشاء الله قلنا ما نيو هل كيلة تجيا وعنا رجناهم ضد معنا وحويان نشاء أو كرة أو لنتا مصير كضد كاسي ماشاء كنا قلنا يانا قرآن كاسي كأخريان كتاب الله المسطور أي كأخريان حقي كأخريان معنا كتاب كلا بعض أخريان ومحي وكتاب الله المنظور كتاب كإلهي مقدع مشاهد كا وكتاب الكون وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكتاب الله الأرك يو مركات صوته سيد سمد أكتو إذ حدقه هذا أكتو إذ فصا معنا وحويان سمد فصيحة أكتو وحد يسوي الدين إيسا سمدا يا أبو ري إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويأخريان كون كي أخريان ولبا إما كون كي يقرأ ديسو وعلمي ذا مهيم كا ابن آدم كو أي كقارين ميلا آد يا آدو سريا وحالا سميستا يو بن آدم كو أي سميستين معنى وحويان وحي كد على عن كران و أي وحبادن كفهمي كران كون كالي فصيحة اي وين اي الصدى واسمي سيهاي اي متقن كا صنع الله الذي أتقن كل شيء مركاسي نسيهنكو مركو أركو كون كفصيحة اي الصدى واسمي سيهاي اياب كالي فما عليه لا يستسلم مركا معنى أمها إنكرو هديدو لكن نفتي سوي معنى وحي أركيسا آيات كاللئي ووين أي أركيسا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أي إلهي سبحانه وتعالى آيات كا الله ينتصينا مركا وحو أخريا قفكو آيات الله المنظور أي أخريا آيات كاسي إشو أنكب دي نيدرتين أو أين مرول بأركينو سيدي أوهيهين يا عظم ذي ليهين قلبي جانكو مدعضو لكن إلهي سبحانه وتعالى من رب ذنبه وحول هذا وارماد ايكتان كونك يسدو ياهي إمي ساعة يدود با إلهي آيات الله في الكون وكاقهد ليا وعلى القرآن كعلمدو معنى السدوسكي لحما يلود مركا لو قيبيو قيب كم ذا وحي كاهد ليسا آيات الله في الكون سبحانه وتعالى إلى كم آيات وحكبدا أي وحي شرحيان آيات كإله يكون كم وغدا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد شيء كستبع آيات الله يا قصبناتي أو تلمام إيسا الله كلمة مديس سبحانه وتعالى كتاب كصدحان أي بشر كأخري أنا رنتاسي وكتاب الله المنشور كلو يقانو وكتاب وأين كأخري إنو معنى وحويان الأنفس والمجتمع معنى نلوشة بني آدم كا وفي أنفسكم أفلا تبصرون آيات يدنا أخرية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد مركا وحي كأخريان كون كمركا أخريان بشر كا نلوشي سي سيدي أوكال الدواني أي كتاب الله المشهور أي كأخريان من خلال هذه الكتب وحي فهميان مقصد كإلهي سبحانه وتعالى كون كانوا كلية هاي هي هدف كو كلية طيب وحي نري مركع علمك آلات كي ستصدح دا اقرأ سورة دا أي سي تفصيل سي أو كهذا شيء مركع سإلهي سبحانه وتعالى وحو قرري علمك سمركع نافع هاي وحقه قبط إنسانك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مركز إلهي يقول كلا إن الإنسان لا يطغى إسكدار أنت إنسانك وامد قوق بدن وامد كبر بدن لكن وقرما
أرآه استغنى ومركي أدرامي إنو كافتومي مركي لو سميي وحي وكنو لاني يكون كان هوا لوردقي بيا لوردقي وحلوغا دقي تراب كاسا لوردقي وحي وعنيي وحي وعبيي أيالو قدياريي معنى وحو إلهي بصدا وطلقلي إساقا والرد ميستري لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم با إلهي أسميي مركي أداة العلم وحلي لابن نوع بيدكي نقنيان قف قفا إذا سسدي ونكسنيد يقف قوقو قوقو كبرا أرها استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وكي كبري مركا وحولد قالم يا دينتا وحولد قالم يا منهج كعلي وحودي ذا يا ضدك إن يتكدان إن إله عابدان إن كتاب كودا كودا قمان إن الدين تودا طبقان أيو كالد قالم يا معنى وحويان إلهي أرأيت بو كعبري أرأيت بالكورا الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بل كورا الإنسان كودي ذا عبادة عليه هدو يسقو يهي كهنوصا كورا على دوادي سداتا مركز إلهي كيك لنا كسو نغضي أرأيت إن كذب وتولى بل كورا كان هدو يهي كجيستي حقي كجيستي مركز إلهي عبر السد الله عقاب يكاس يعقاب كيسو سدو نقندونو يا إلهي ما شو قبن دونا إلهي كعبري فودان قبن دونا با إلهي سبحانه وتعالى وحي علماء ساينس كوي مكيدادان فودا يري قفك إنسان كإلهي إلهي هالكاسان قبن اينا وماشا معنى مسكحد بن آدم كشقوين كوغبادان ماشا قبطا وفودا يري إنسان وحي سميسا وحل إلهي دو فهمك understanding كي يفهم كي يدا سميسا وحي قبطها وحل إلى هذا memorization كي يحفظها أيضا وحفظها وليب فيلال كي يريرا إمكا قفكو دوني دخسين وصو قبطو وماشا لغو كيديو وماشا إنسانكو كفكرو ماشا سيلا إلى الكاسان قبرنا من عذابنا طيب سورة داسي مرها داي علمي قصدا أقيح داي أوي وليب جانب كي سحوق قصارتي كساب سن قراءة دا. سورة القلم وحي يضو حوق قصارتي معنى علمي آدات كي سكالي اي معنى وحويان قريتان كي كتابة دا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم إلهي سبحانه وتعالى قيمة العلم سورة النوح كذو الرمي ما شاء الله ماذا أو قيمة القلم قلم كي قيمه أو ما شاء وحلق قراء قرآن كهدان كتاب الوحي جرين أو أنا النبي جمرك أفكي سو كسر دعو أنا قرين إنما سو قارين مانت حديث كسيدا سو كلا علم جا قرآن مانت أن كفى إذا سنة عيد كبرا سيدا سو كلا مرك عادات كلي نقص وجبيي وكتاب دا إيو معنى وحوية اللي نقر علم يقول إنه سقط به مركا دخرده إياد قرته وحكو حيقة فهمك وحن آد أخري إيسو إياد قر إيسو إن آد فهمته عقل إياد كو فهم إلهي إياد كو كرصار إلهي إلهي سبحانه وتعالى يا إنسان كو كرامي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون طيب إلهي سبحانه وتعالى فهمه ووحى أقومهم سن إعدادك كلا سارية علمي جوا لقال يا بني لو دبرته لو وددالو لكن يا فهمي ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما لبن النبي بهاين لكن فهم كيف إله عقوف ضلي سليمان مسألة ذا ينصف عن فهمي نبي عليه الصلاة والسلام وحويري الصدق قال يا رنتا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قف كلا خير لدونه فقه با إلهي السياء الفهم في الدين أي إلهي السياء سبحانه وتعالى مركا لو ابن عباس دعين يي وعود دعي اللهم علمه التاويل وفقه في الدين إله التاويل كي تفسير كقرآن كنبر فقه كنا فهنسي طيب لبدا سورة دوت هدي أي كهد لين علمك علمك مقصد كي سماها إنا ينحفظنا سطورته كيالو
إيه وح ماها مقصد كيسو علمك وعمل سورة المزمل أو سورة دي لبعض القرآن كسودك تياهين وحي حوق صارت جانب كعملك علمك جانب كعملك علمك ولي ياهي أي جو حوق صارتين شيء شيء أمر كثمرضة علمك سولية أي سجارة أطابتين شيء كوادوا محي قيام الليل نبي قال إلهي عكور يدو سورة كلي لغو سودكي أيا وحلقور يقوم الليل إلا قليلا وجانب كي تعبد قال الصلاة ها ولبكي هبينك لأن هبينك وكدوين عبادة دي عبادة مالنتي قفك مشغول ماها دولك وود الدقين هاي قرآن كاد أخرية صصفي عن بادو معن سنيسا مركاد آذو قلو قيالتنا وحكويا لنا يا لدقارا أيوكويا لنا يا مركز إلهي وكل واجب النبي صلى الله عليه وسلم إنه هبينك إن يركس يحضو وإنتي سبداً ويستاغو قم الليلة إلا قليلا آيات مركز لبعض وحال آخرية لغو آخرية هبينك صلاة الليل كوامحي ورتل القرآن ترتيلا قرآن كي مركز آخرية سنة ترتيلي وقرآن كي اسكدو دوبنين سيوان أكسن وآخري قرآن كي مركز مرتل لغو آخريو وحلية هاي وقع كدوان مركز لا يسكت الضبيو مركز آيات التكرار قصة ميسو أتسوع العليسو أديها بينك كتو كنية معاني هيدا عضو في رسو إيمان باكاق الزيادة معان بادريميسا آدي آد حدافة وشيء لبادة عملية أي سورة تلمانتي شيء صدح هذا تلمانتي وامحي ذكر الله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك مقع ربك أحس وحسك ربك هل نقضى وحا أقوم مهمسا نلوش هدفك أقوم نقضى إن هذا نقضى قف إلهي حسي سبحانه وتعالى ذكرك يقيمة أوليها تما لفر بضم بلقها الله إلهي ينو يري سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم إذنك حسى الشكشاق أنقنوان إذن حسى يا ربي سبحانه وتعالى طيب ومركز إلهي أحراعي وتبتل إليه تبتيلا وحل إلهي أقو نبي محمد بالا لها لي لكن أمدي سنة ولا بريا وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى ربك انقطاعا كاملا ووامحي ما الدنيا ذا كدح بحبا مايا الدنيا ذا أذيقو كدح شرا وكفى إذي سنة يا وحا إلا ذا هاي هذا قلبي قاقو هنقضو معلق بالسماء مد سماء ذا كحران هنقضو هنقضو مد آخرة كحران هنقضو مد كبح سنة الدنيا ذا أو رادين يا معنى إن ولقب صدى السماوات كسره يا ملأ الأعلى مركز إلهي وحوري سئد أرنت أوجادنا وحد كلمة ستاوام حي فاتخذه وكيلا إلهي وحد كذي جنسا مدعى كو وكيلو السجع يا تلا سار نسا أمور تصورنا مسمين كريسيد إلا عاد لبدا شيء إسلاح شو إياك نعبد وإياك نستعين عبادتي وحي سرت جلسا معاني ذي دي وحلها ليا فايدوين كذي وحلقا ليا مركا لها استعانة الله سبحانه وتعالى للعبد أدون كإلهي مركو بعنا أقوك الميار انتا طيب مركا مالنتي وردن مركا مشاغشي أدونك إيا وحي لهاي مركا تكسو داشو وإن أذهبين كي يالتو ساعدقو أن وآد مناجاتو ربك سبحانه وتعالى اللشورتو وحنقود بيا سأينو توازن كنلاشة أينو فهنو أو الدنيا دا أينان سرعين أينان وجنو دتجين محل أينو جبها يهاي وحل إذا الرباعيات النجاح أيال أينو جبها رباعيات النجاح وآخر شيء أوقفك قبصدا ونلاشة نكون نجاح يا آخرنا نكون نجاح رباعيات النجاح وحي كتر عن قرآنك سورة دي آدو كوبان أيا وحي كهذا شيء أفرت الشيء إنسان كو كن نجحو وما حي وصورة العصر ووضح ابتسنا هاي طيب نجاحك وضوا ما حي وإلا الذين آملوا إلا إلهي يقول إن الإنسان لفي خسر إنسان كوردن وخساري أفر قلاء إلهي كسر يا بي إلا الذين آمنوا كو مؤمنين تنقضي مركا إيمانك وما حي وحويان وعتبدي كواد النجاح نجاح اينو رادين اينو اصعين اينو عتبدي سكواد لغا كوريا وامحي الايمان
إيمان كاسي لكن ومحي وإنه يهي إيمان مثمر وإنه يهي إيمان مرسمي أو نبي عليه الصلاة والسلام تلمامي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إيمان كدردن كي سوو ددمي قف كمحي معنى وحويان لقاها لإنتن أو رضي بالله ربا إلهي بهر توقر علي نغض الرب النمو طيب وبالإسلام دينا إسلام مدينة الدين تا أي أقر علي نغضي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كل يران ما يو معنى كلابات ومحي العمل الصالح عمل كي ونكسنا معنى عمل كي ونكسني أما مد دنيوي ها هذا أما مد أخروي ها هذا كلمة ها هذا ونكسن فعل ونكسن ها هذا عمل كونكسن ودن ايا سوغليا marka isagu waa wa mafhum shamil a oo nolosho dhan koobanaya koobaya ya ayuhal ladina amanu ya ayuhal ladina amanu rkau wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun khayr odan sameya falaahi ya najahna waxaad ku haysaan gacantaad ku haysaan ta saddexaad waa maxay ma intaad adigii iimaan yeelato ee aad amal wanaagsan samayso ayaad meel la fadhiisanaysa wali waxa kugu jira qusuur وتواصوا بالحق ما يحق انت ويستاغان اي ددك غارسينيان او ايوب بيامينيان او اي لا دبا سودان تبديدنا وحي كصبريان ما نالا من الادى وحي كسو غاره دبا حق اي فافينيان اي ددك او غدبينيان وا ماركا وا رباعيدي افراد او التواصي بالصبر صبرك ويان وحق دمبينو كتابن دونا وحن حسوسين لها أن قول الشافعي رحمة الله عليه ما شاء سقوكها الله يويدي لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لوسعتهم هدي أنو إله سود الجنين إلا سورة دنو كلية مويانه ويكفي لان لهيد وقول عجيبة هو إمام الشافعي كا كا كلا حضي معنى وحو إن سورة دنيا عجائب تيدا سورة دنو كلية دينو فهنو نجاحي فلاح ما شو نويا لا أهداف تاني رئيس قاعدة نلشنا وإنه كجول السنة ناوي أفرت عشي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أفرت عدي لقاها لو جوشي نلشة يتي آخر الله بده بود قاريسا رباعيات كله أيانو جد بيا وأفرا أو يجون الرباعيات النجاحة أفرت كله أفرتني على قل لين لكن سيجارة أي على قدر سنقول نسايو ما دام أرديتين أو قاركين جامعيين أو عين كان أذيع أي ارتباطات ككل حي فهمي دونا أفرت نوع رباعيات النجاح كلا نوع محي وأفر جانب أو كلا نلاش وعلا هاي الروح والجسد والعقل والعاطفة الروح والجسد والعقل والعاطفة إنسان كو أفرتنو ككوبيا الروح ذا وحويان جاءت من السماء إلهي بين أبو أبوري ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا بني آدم كمانتا روح ذا وحبك ما قرنيان سينس كم فهمين وحي تهي ما هي ذي وحي كسما يسنتهي سيدة أسما يسنتهي لما يقانو ويستسلامينو هالكا اسكم الداليان لكن روح ذا إنك مرك إلهي شيغيو روحان إلهي ومشي جيو إلهي نجا وح ربع الروح ده إن أينو معنى قرأ قادنا فألهمها فجورها وتقواها روح ده مركو عبيره يو قرآن كا ينفط هدو عبيره ويسودويهن إنسان هدو عبيره ويسودويهن وحصرنا علاقات بكر حياة مرك إلهي نفط يبو عبيري فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفتني وحي قابليه دي لا دهي اني هاغا سناتو توسناتو فيعناتو وحي كلو لا دهي اطماع دنيويو الهي كو ابوري او بشري ايي لا دهي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير وحني ويلا ود السودان مركا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها روح ده مركا تغذيته اوغو مهمسن وا مخاي وذكر الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب روح ده مركا هيشو ذكر الهي ايي مركا سداسو كلي ايي معناه وحويان ايي اطمئنان يحسلوني ليسا
marka qofku hadaanu ruuxda ka shaqeynin oo u jasadko kaliya ku daalo waxa uu noqonayaa insaan qiimo lahayn sida gaaladu maanta ay u badanyeen gaalada ruux ma ihtimaam siiyaan jasadka ay ihtimaam siiyaan markay ku daalaan 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 ayay nolosha waxa ka qabsada wax la dhaan saamo nolosha qiimo uma samayso dabadeedna ama way isdilaan ama nolosha warwar baa ka haysta ama qalaq bay ku nool yihiin waydinka maqlay cudurrada ku dhaca stresska kamida depressionka kamida cudurro noocaas ay qaadaan cudurrada waxa kalifaya ruuxdoodii baa khawaa ku jirta ma haystaan macnaa waxa weeyaan ruuxda waxa ileen waa wax ku jira oo u baahan isaguna cunto gaar ah u baahan sida uu jasadku ugu baahan yahay cunto marka ilaahay subxaana wa taala inaga waxaan haysana quraanka ilaahay waxaan haysana xadiisii nabiga waxaan haysana acmaashi saalixayd tan ayaa ruuxdeenii kor u qaadaysa ilaa ay ruuxdii noqoto mid wanaagsan tayib marka jasadkii loo yimaado macnaha markaan ruuxdaydii aan taqwiyo ku sameeyo cibaadaad camal saalixa salaatu layl habeenkii oo dhan jasadkii isaga sideen odhanayaa jasadkii cuntuu baahan yahay cabitaan buu baahan yahay dhar loo xidhi uu baahan yahay in la qurxiyo uu baahan yahay ma intaasoo keliya maya wuxuu u baahan yahay taqwiyo in lagu sameeyo oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allah min almu'min adaciif mu'minka qawiga qawi fi iimaanihi wa qawi fi jasadihi ayaa axabu ila allahi ah min almu'min adaciif marka mu'minkaas waxa weeyaan waa qof naftiisa ka shaqaynaya innaga thaqaafadeenna waxaan ku jirin ta ragga iyo ta dumarka labadaba inaynu jasadka ka shaqayno oo aynu si fiican jasadka uga shaqayno jasadka in cunto la siiyo oo la seexdo oo la dhargo intaa ma aha waxa weyaan jasadka ka shaqayntiisu in riyaado loo sameeyo inuu qofku jimicsi sameeyo inuu la socdo miisaankiisa inuu la socdo macnaha waxa weeyaan caafimaadkiisa inuu sameeyo waxa la dhaha check up inuu sameeyo mar walba caafimaadkiisu halkuu marayaa macnaha waxa weeyaan asbaabta caafimaadka qofka hadduu caafimaad qabo waxaa laga yaabaa cumrigiisana haddii ilaahay u dheereeyo inuu caafimaadkaasi anfaco marka ummad waliba ummadday ka caafimaad badan tahay waxaa la yidhi way ka cumri dheer tahay way ka cumri dheer tahay marka la qaaday iminka waxaan statisticska loo yaqaano waxaa la arkay umamka aan ihtimaamka siinin caafimaadkooda inay ka cumri yar yihiin inta badan umamka ihtimaamka siiya caafimaadka oo matalan jabuuti oo waddanka aynala jaarka iyo matalan markaad finland oo kala tidhaahdo acmaarta isku mid maaha waxaa la qiyaasay jabuuti ninka ku nool ee ku dhashay ee ku dhinta majoritiga wuxuu ku dhintaa inta u dhaxaysa macnaha waxa weeyaan 50 ilaa 60 inta u dhaxaysa ayay ku dhintaa ama haddii uu xataa soo gaadho wuxuu soo gaadhaa isagoo intaasoo cudur qaba caafimaadkiisu liito lugaha aan ka socon karaynin aan dhaqaaqi karaynin waxa weeyaan leannau acdaadii ilaahay siiyey maba dhaqdhaqaajinba waa sidoodii marka waa adiga arkay waxa dumar badan oo iminka kontomeeya ama lixdameeya gaadhay lixdanku wax fog maaha gaadhay laga yaabo inaanay daaqadda waxyaala soo qaadan karin maxaa yeelay dee thaqaafadeeda kuma jirin qofkan inuu jasadkiisa la xisaabtamo la socdo weydkiisa macnaha wax weeyaan waxaasi markaa jasadku waa xaq uu kugu leeyahay oo ina lijasadika calayka xaqan ayaa xadiiskii ahaa jasadkaagu xaq buu kugu leeyahay alcaql caqligii iyo korintiisa oo caqliga ilaahay wadinka arkay qur-aanka afalaa tacqiluun afalaa tubsiruun afalaa tatafakaruun lacallahum yacqiluun caqliga manaadka ku xidhani waxa koriya horta waa cilmiga cilmiga ayaa caqliga koriya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan caqliga leh uu la hadlayo waa dadka xaasatulcaqli ka shaqaysiiyey oo ilaahay yidhi qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ululalbaab dadka waantamaawaayo waa kuwa caqliga leba ilaahay subxaanahu wa tacaala marka xaasatulcaqli waxay u baahan tahay in koonka lagu fiiriyo la eego laga shaqaysiiyo caqliga markaynu leenahayna uma jeedno oo keliya xaasatulcaqli oo keliya uma jeedno waxaan u jeednaa xaasadaa ilaahay sida gaarka u tilmaamay ee mararka qaarkood ilaahay uu ka cabiro walafida ilaahay uu ka cabiro caqliga loo jeedo ta ugu dambaysaa waa maxay alcaatifa alcaatifa alinsaaniya insaanku caatifad buu leeyay waa caatifada uu kula dhaqmo zawjadiisa awlaaddiisa cidda macnaa waxa weeyaan jaarkiisa
عدة قرابة ديسا عدة صاحبة معنا صاحب كيسا عدة صاحبة ديسا قبرنا وعدة وكل رقمه أبو ذر أو حنجد أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وحصاب وقضي صاحب كي وحصاب وقضي مركا سلمان الفارسي بصاب وقضي أبو الدرداء تبدأ نوحا كيسك صائمة وقائمة وهوين ديسا هل كان يسكفر ديدو وآن وحشقاء يدنك لهين مركا سوريا بي تبدأ ندرس عجيب وسيو وإذن كقصة وضايسانه لكن وحن نقص عضا شاهد كا وحكوي لمركو لتلين يي معنا وحوي أبو الدردايو إن لربك عليك حقا والروح دي حق دي سي وربك أكو عابد وإن لنفسك عليك حقا نفطا دون حق بيك كل هذا هاي كشقي جسد كيدي عنتصي دبساي عبادي ستو وإن لزوجك عليك حقا زوجدا دو عاطفت بي كاغا باهانتاي هذا الوان اكسن بي كاغا باهانتاي نلوش اينا اللشار كريسي كاغا باهانتاي ما يقو ايمان ماشرين اي داركنا كوم ما يدو معنا وحا عمتدنا كو كريسو مركا عاطفت وحا يو باهانتاي وحا ايموشن اسكا اي رادان قالدو اي رادان ايموشن اسكا سو عيو باين تنميان لغو سمايو تلا تهديبيو لواناجيو سي اي اوغتان دور كي نلوشا اي كلاهاين حديث كاس ايا اينا غفلن وان لزورك عليك حقا وإن فأعطي كل ذي حق حقه فهم كسو ختمة يا محاضرة وطبعا وقت جيدينا أفر دقيقة هذي لبا حديث فهم كسو ختمة يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث ككواد وحاوي نوحد دي أهداف تنلوشا ينوحد دي حديث تا نقودش على هاي بكم دي هاي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حديث كاس وحلقة يا بعضات كناني آد وإيجن حديث كأي مقاصد وين أو نبي عليه الصلاة والسلام كليه وحلقة يا بشر راح حتى قار كودينا يسكنافان حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام وحويلي احرص على ما ينفعك وحد كدة داشا إنسانو وحكستوك وأنفعيا دنيا ودينا كلمة الحرص هي الدلال وحلقة بحيو او لغا فريسن وايو وحي تلمام ايسا تحقيقين شيء قال لغا فريسن واينا انا الحقيق سو جنة ده هداد كسي حنويدو او اد هبين مالون سو جيدو او اد الهي باريدو او اد كو علعلي سو او اد معنى ديدو انا اد كلدو سيدي اي اوران شرين داد كي سلف كي معنى وحويان كيف ينامو من عرف الجنة سيدي ابو طلو اسي حنيا قف جنة ده قرتي احرص على ما ينفعك ولا تعجز نبي يقول له هنا الدالين مرنا بها يسديبين هاورني وحا ما سمين كرو واد سمين كرتا يا سماء قال ادو يمك وحا يرادان واد لو بونبونيا وي كان دو بالدا وي كان دو وحا وان سمين كرا معنى انغا وي كان دو نبي غاي نو شيغ عليه الصلاه والسلام ولا تعجز واد سمين كرتا يا وحي سماء ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا هذا وح سميسو وهاد كقول يسوي ذا هارنن والله هذا وحاي وح سمي لا سدا سين قل الله هيد هارنن طيب معاد سميسا معنا وح ويان قل قدر الله وما شاء فعل وح ترى هذا إلهي بقدري وحضاننا وسميا محارنتا كشرتا وح كشرتا ملاحظة وح سميسا محاولة كله هدالين صبر لا يمو استمرارية لا يمو ووحا علمي قال إرادة إمكا تنمية البشرية علمي قال ننو كل سيهاي لبشي لبدا شيء وامحاي الاجتهاد والصبر والددال إيه أتكيسي لبدا شيء بكل سيه لبدا شيء هداد سميسو وإمام الشاطب يجري وما خابد جد إذا هو حسبلا قبكي الددال لي مادا ولقي وحوري ما قلت الرئيساني وقال يا واقورما لكن مركو إلهينا تلسارت ننكي شعير كان وحلو وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر ما بجر ورقف وحسكد يا أو اسكد يا أو اسكد يا إلا وقال يا مشو دونيو طيب تبدأنا نبي عليه الصلاة والسلام وحوري فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان كلمة لو وحي فرطا عمل كالشيطان كي فرطا وحامي من يا السؤال هل دقيقة وانا استا سؤال شيد وحوي عن حديث كلي وحي ركا لنا ويهارين لكن تا وانسك دافيا سؤال شيد مركا وحوي عن
وحين العلم والجاه والمال وصدح ذا الشيء إنسان كواي وصعدان مركا رقا ويدينا يرتدل يرادا وحن الله يدون إيه ومدحوين نقضو سؤال شاس مقصد بانك الله يساقو مجهدو مقصد بانك الله سؤال شاء الله بعد أن ويدينا يا كل دمركم مجهدنا رقينا هل نباق عانتك تاقي ويدو حن رباينا مدحوين نقضو. طيب سؤال باكوسو نقندون تي ان يا ربينو نقضو تابشيلو كالي تابشيل بادتك وقول عقبة انت سؤال لان شوكتي يا ربينو تابشيلو كالي نقضو ننكاس بلالا قوار كيس تاقي ننكاس قعنتو تاقي ما شاء الله وياي مركا الرئاسة دي يمالكي لبضبوان هلاي يا دون يينو نقضو عالم يشار إليه بالبنان عالم قعنت اللو تاقو فتوة اللي ويديو يا دون يينو نقضو ما شاء الله كو لابا صدح فرشن لعتد ويود تاقين ما شاء الله إنه رود بورمي ينبالكا كم مقطع إنه رود بورمنا هاي أي هالكا كم مقطع ورود بورمو حالا علمي كعان مالان مرقا واكوا قعنت ود تاقي مالكي هال نمبا قعنت ود تاقي ننكاسي وقاري دونا رئاسة دينا نمبا قعنت ود تاقي ننكاسي وقاري دونا لكن شرط بي كوحران تينو قارو شرط بي كوحران تينو قارو مقا عادر نكام مدحوين الدون كان شاقيا استاق عبد الله عبد الله مقا عبد الله صح إن هاد مدحوين النقطو أو أدوني صدد كينا هادو قامسو ميل مكوكو قران تاي to be honest ميل بكوكو قران تاي غور ماد قرتاي ما شاء الله اسكا فرس مقورين مركا وحويان وانقي الى العظماء لهم اهداف وغيرهم لهم احلام مركا ورية تاس رية الله معنى هدف وقف كلية هاي وانا قرين مقاري هدف وقف كلية هاي وان مالو قرين وان هبينك كساعا وان مالنتي كساعا وان معنى وحويان وعلى العقال بكر انت الله ونحن يستودن مدى كان مدحوينه كان شري ايا مرلا ورا يستوح على السياسة دا قر ماد معنى وحويان اهتمام كذا كقوب لو مي ان هذا مدحوينه نقطه وان لا دشوري مركي عند شيء هو يقشر توش مركا انت ودوا روس السعود وسان سو قاري لها مركا نيكا عاو بلا بيا وي كديرتاي نيكا كلا يدي وحربين ان دابشيلو كلا نقدو هذا راديك انا استاد مقادر مصطفى ام سنه كهربات قرتين دابشيلو كلا نقطو لح سنه كور صدح سنه كور مركا بوف بك كو قرنتاي ما شاء الله من كاسي حواح على الدادة على حاجة عباس وقالا ونرى فاتو دونا مركا نكا هو قرنت هدف كينو مليونير نقضو وانو قاري دونا لبا الشيء بان كو قلت لنا يا بدنا وان كا عطسنا يا لبا الشيء بان كو قلت لنا يا حوايا انكو هكا الدالين انا ذا رنتا قاردو محاولة ذا داد ام سجر بادي مكا تجابي سو ولي اذ هوسو دعضي ما شاء الله دلالك السيوض تبديدنا إن شاء الله تعالى كوع العلي خسارها واتصعون واتصعون لكن مركز قاعدة مدن كاعو صنية 1% ثم مالك يقصين دونتا ما دام انت لذا نقصين داش قاعدة دونتا توقود دم بيسا لما كان علماء ذا وافرتي وذا تاجين كل هنا علماء نقطاني دا مد كلية ما ويدين قرنتا سوما ما البيدين كو قرنتا شيخ يحيى استاجي شيخ يحيى يحيى استاج شيخ يحيى واحد تروح الدنيا نقض عالم يشار إليه بالبنان قر ما ذرنت قرطي يود ملك قرطي ند عالم نقطه ند قارتي ونقني مركز قرآن كبلاو ذي مركز أي مكوي كو قرن تاي مس سراك سوريجي ما شاء الله اسكبر يسوع خير الله كسي شيخ يحيى أنا قارية ما شاء الله وسوق بين المحاضرة انت انا وحنو قتشي ذي طرفة اهداف تان لنا هاي هدي ربنين وقعدنو لابا الشرطي بان شاقي لابا دا شرطي ورت هدف كاسوين ويا وح قران وميركو قو قران مدى لبادنا وين الصبر يد دا يالتو سياد هدف كا وقعدو مركا يا دونا ينو جنة دا قعدو هدف كيسو يو جنة دا ياي لما انت انسو ما شاء الله
قصدي عبد الله بن عمر بن كسو ختم يا صدح الصحابي بيهايان ميل بي ودا فريستين عبد الملك بن مروان يو معنا وحوين عروة بن الزبير يا عبد الله بن عمر وصدح الصحابي تبدأ نوح إلى ذن تمنوا وحنا نول بوب الواحد دوني ستمني من كي عروة وحول أنا وحن دوني يا إن أن قبرنا بثينا لا يراه دو أن جرسدو أو أن قبصدو ولاية العراق نين أن قبصدو أي أن دوني يا لا بدي بوق قاري لأن مل بوق قريب بثينا نودنا يك قشي مركا يدين إلى هيك قرسيه طيب عبد الملك من مروان وحول أنا أتمنى إن أن خليفة مسلمين تنقضوا طاسا مل بوق قرن اسنو قاري عبد الله بن عمر وحولي أنا أتمنى أن أدخل الجنة أنا وحن تمني يا جنة إن قالوا مركا هبين كي كمسيح حنشرين صلاة الليل كا هي صلاة هكذا نعم العبد وكي نبقى عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما معنى وحوي النام معنى إلا قليلا حتى مات مركا سينا الجنة أو قادنا وإن قيام الليل كده دالو وإن الصلاة كده دالو وإن الأخلاق ذا ونكسن كده دالو وإن يتجندوا هم جدا نقطه هبين يوم عالين هذا صحنه هذا صوت وصلنه وكنا بيقول عليه الصلاة والسلام نحن ندندن حولها يذم بنا نقول كذل ورجينا أنت عندي رئيسي سؤال يا هيدا يقرا عليه هذا اللي يردو وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.